هل هقدر حضرتك اقدر اشتغل بالشهاده المحاسبه بتاعتي مع شويه كورسات اشتغل بيهم في الخليج زي الامارات او الكويت؟ ارجو الرد بسرعه وشكرا. الموضوع في الخليج، واتكلمنا في النقطه دي، الخليج دلوقتي في الوقت الحالي ما بقاش شويه كورسات وشويه وتحاتي اقعد ورقك واجيب، ما بقاش كده، بقى دلوقتي في تنافسيه شديده جدا. طب نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه يا بيبو؟ نعمل يا بيبو انك اولا بعد ما تتخرج من قسم المحاسبه انك تبدا في المجال بتاعك، لان دلوقتي مش حابين ناس حديثه الخبره، عاوزين ناس خبره. عاده يقول لك خبره 5 سنين، خبره 4 سنين، فابدا في المجال هنا في مصر وتحاول انك تشتغل كويس قوي 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 على الشهادات المهنيه. يعني المحاسبه مثلا مهتم بيها زي السي ام اي السي بي اي على حسب طبعا تخصصات المحاسبه. في الحاله دي انت خدت شهاده مهنيه حاصله على الاعتماد الدولي، في هذه الحاله انت بقى عندك قدره انك تدخل اسواق عالميه زي الاسواق الخليج. فلما تيجي تقدم فيها ان شاء الله كتير جدا هيبقى شايفين شخصيه كويسه، الانجليزي بتاعه كويس، ودي مهمه جدا جدا جدا، لان الاماكن دي اصبحت تقريبا الشغل فيها كله بالكامل باللغه الانجليزيه، والناس بتتعامل باللغه الانجليزيه بالكامل. ففي هذه الحالات اللغه الانجليزيه مهمه جدا، فاهتم باللغه الانجليزيه، اهتم بالشهادات المهنيه، اهتم انك ان شاء الله تتخرج بعد التخرج باذن الله بتقدير عالي. كل الحاجات دي بتعمل فرق، والارزاق على الله وربنا يوفقك باذن الله. انا عارف في ناس تقول لك على فكره اعرف في حد بيجيب ناس بالواسطه، ماشي، هو ده موجود في كل الدنيا، لكن انا بتكلم على شخص ما عندوش واسطه وعاوز يقدم بالطريق العادي، كل دي بيشتغل عليها وبيقدم على على لينكد ان وظف والمواقع المختلفه للتوظيف، وساعتها هيجد فرصه العمل ان شاء الله، وربنا معاك.